السلام عليكم حبيباتي، راكم في القناة تاعي دالي ماكويزين. ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بخير. بسم الله، اليوم جبت لكم المقروط تاع الكوشة بعجينة سحرية. هنا بسم الله نعطيكم المقادير. هنا عندي كيلو تاع التمر ولا بقالي نديرو دكوتي، يعني ما يتخصش في فريجيدير ولا في كونجيلاتور. عندي هنايا كيلو وزدت له قيس نص كاس تاع جلجلة، نتوما تحبوا تزيدوا له ما تحبوش تزيدوا له هذاك يرجع اليكم. وعجنته بيان بالمزهر حتى طريتو، ومن بعد زدت له هكا شويه تاع سمن ابي بريك قسم غرفه تاع قهوه، ومن بعد زدت له شويه زيت المائده. جيت حنقول لكم زيت الزيتون زيت المائده يعني باش ما يتلاصقليش كي نبدا نديرو بولات وكي نحلو ثاني. هذا ما كان. هنا عندي 250 غرام تاع سمن مرجان، يعني اون بوماد ما تذوبوش، ولا حبيتو ديرو مارغارين ولا حبيتو ديرو زبده، انا اختياري نديرو بسمن. عندي كاس تاع الزيت ماشي معمر ناقص اصبع صغير، عندي كاس تاع مزهر تاني ناقص اصبع صغير، وعندي مغرفه تاع لاتاي تاع لاليفر شيميك ماشي مغرفه تاع قهوه حبيبه قلبي، هادوك صغار. ولا ما عندكمش كاع هادو تاع لاتاي ديرو ميم با نص مغرفه تاع قهوه، قل شويه. وعندي تاني نص مغرفه تاع لاتاي تاع الملح، زوج مغارف تاع عشا يعني متوسطين ماشي معمرين بزاف تاع الحليب تاع البودره. عندي زوج كيسان تاع فرينه معمرين تخي تخي بيان، هاكو تشوفوهم مقببين هايليك. وهنا عندي ثلاثه كيسان تاع سميد متوسط تاع سيم لي مولفي نديرو به المقروط طمينه، هذاك الكرونا هذوك تاع زوج كيلو هاوليك. راني كي قلت لكم الكاس درت ثلاثه كيسان هكذا هكا حبيبه قلبي. بسم الله نبداو، نبدا قبل نجيب مغرفه برك سمحولي. هكا واش راكم نتوما مع هاد الحلوه هاد اليامات؟ واش راكم مع الصحه؟ قولوا لي في لي كومونتير تاعكم. فوالا هكذا اوبليجي نمسحو بيدينا باسكو ما نقدروش نزيد هذاك الزيت، نقطرو تري بيان ونزيد هذاك البودره تاع الحليب ونزيد هذاك الكاس اللي ماشي معمر تاع المزهر. فوالا دوك نبدا بسم الله نخلط بيدي هكذا، نخلط هذاك الماء هذاك يعني سائل كيما الماء هذاك المزهر والسمن والزيت والبودرة الحليب. واللي ما عندهاش البودرة تقدر تعوضو بنص كاس تاع الحليب سائل من بنص. وعلاش نديرو هاد البودرة؟ باسكو كي ديرو سائل لابد يديركم يتخسر لكم المكيال تاع تاع هاد السميد والفرينه، وهم يخر ديروا تاع البودره ولا ما عندكم سي با لابان، يعني ما تعملوش بالسائل بالحليب السائل. هكا دوكا نخلط بيان بيان بيان. فوالا شوفوا كيفاش يولي، يعني تخلطوا كاع تري بيان هاوليك. باش نبدا ندير فرينه وسميد تاعي بسم الله على بركة الله، ونزيد هذيك الخميرة اللي قلت لكم هاي ليك مغرفة تاع لاتاي ماشي معمرة بزاف هاكا، وهذاك الملح ونزيد نفرق هذاك الكاس واحد تاع السميد. نبدا نخلط قبل هاكا ونزيد نكمل من بعد. توجور كي تخدمو تمسحو هادو لي بوردور باش هاديك الفرينه ولا السميد واش درتو الكاطو ولا وشنو ولا المقروط باش يتخلطو. الله يهديك بسم الله. توجور كي تخدمو اعصرو هكذا.
وكنت متعودين على الخدمه تاعي كي ندير الماء لي كاطو ولا توجو نحب هكا نعصر باش تخلط لي بيان باش ما نعجنش هكا. دوكا ماشي عجين هذا فوالا نخليه شويه يرتاح باش يتشرب لي. هاولي كيفاه جاني القوام تاعو، نخليه شويه يتشرب ونولي لعندكم. هنا حبيباتي بعد ما ارتاح 10 دقائق فوالا شوفوا كيفاش خرج. هاولي دوك حنزيد له، هذا هو السر تاعو يعني باش ما يتكسركمش ويجيكم يتفتت. بسم الله كاس تاع فرينه ندير تدريجيا ونشوف. زدنا كاس فرينه بومبي ما بعد ما خليناه 10 دقائق ارتاح، يعني دلنا 3 كيسان تاع سميد و 3 كيسان تاع فرينه. هكذا شوف لا ما تخلط بيان باش هذيك الفرينه كاع تمشي في هذاك السميد. هاوليك القوام تاعو شتوه ماشي كيما من قبيله. هايليك كديروا هكا الحبه هايليك طراسيلكم وما يتشققش. هايليك فهمتوني حبيبة قلبي. دوك نجوزو نفاصونيو منخليهش يرتاح، خلاص خليتو هادوك 10 دقايق برك من قبل. دوك نقي هاد البلون طرافاي نولي نديرو المقروطات تاعنا. هنا دوكا نقسم غير لي سحقيت، كل خطرة نحي شوية. هاوليك التمر تاعي كيفاش درتو وسحق هاد الأداة تاع طابع، كاين بلاستيك كاين هكا. ونسحق هادي بسم الله. هلاو ندير حربوش هنا لداخل بعد نقطع على حسب الطول تاع العجين تاعي فصح نمشيوه يعني ما حاش يقعد غير هكذا. ونغطي كاع هذاك الغرس هكذا ونضغط هنا ونبدا نرولي بالعقل. فوالا درنا حربوش، هذاك اللي غلقناه راه من الجهه تاع التحتانيه، ونشد هاد لومبورت بياس تاع المقروط نبدا نضغط نشد في الوسط هكذا نديرو يدينا هكذا باش نجيو الميزانيه كيف كيف. هايليك ونزيد نولي تاني هنا هذاك اللي راه الخط نتبع هاوليك باش تفهموا يعني المبتدئات. ونزيد تاني ندير هكا يديا بين 8 ونبدا نهبط فوالا. هايليك نجيب الموس س
خصني نديرلو هكا، ما نقطعش انا هذوك لي كوتي، نطلعهم شويه ولا بهكا هاني هكذا ها. ونجيب الموس نبدا نقطع، كي نقطع ما نعبش ديراكت سينو نبلاطي، نسيي ندير هكا كي شغل راني نقطع في الخبز ولا هانيك، يكون برك هداك الموس تاعكم شويه حاد يعني قاطع. هاولي كيفاه يجيكم معمر بالتمر، ونبدا ندير هكا غير في لي كوتي، ونحط السنيوه تاعي هاليك ها. هاولي هكذا وهذا تاع الفور توجو لازم تدناوه هكا باش ما يتحرق لكمش هذاك التمر، مهم بزاف باسكو الفور سينو يتحل لكم يجيكم يابس. توجو ديرو هكذا ونديرو هكا ونحط هايلك هكذا حتى نكملهم كاع نعمر سنيوة تاعي. هاوليك حبيباتي دوك نديرو في الفور، الفور تاعي حنديرو 170 درجة. هاوليك شوف هنا كيفاش غطيت، وهنايا كيفاش هنايا ما كاش العجينه يعني ما كاش بزاف لي شوت، وهنا حبيباتي باش تشوفوا بلي راني صايمه. انا تاني كيما نتوما هذه وجدتها باش نكوفي بها باش ندير هنا لي كوب يعني يجاو يبانوا لي كتبلو ربي بالموس خلاص هذه هي هكذا. دوك نديرو في الفول في الرف الوسطاني 170 درجه ماشي فونتيلي، كي يطيب كاع حبيباتي نولي لعندكم. هاوليك حبيباتي المقروط تاعي تاع الكوشة بعد ما طابلي من التحت زدت شاتلو شوية من الفوق، هبطتو شي لتحت باش يديلي كاع هاد التحميرار يعني اللون تاعو يعني فاتح ماشي هداك الحامق بزاف. هاوليك نوريلكم حبة في الوسط هاليك، ونخلي حتى يبرد باش نرفد الحبة هكا يجيكم معمر بالتمر ما يكونش بزاف العجين هاليك، سيتو كي فيه هذيك النكهه تاع جلجلان واش نقول لكم، وخفيف خفيف ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو حبيبه قلبي، دوك نقدمه لكم في الطبسي. وهذا المقروط حبيبه قلبي باش نفهمكم هذا حنخبيه هكذا ما حاش ندير له العسل، كي نجي نقدمه يجيني كاش ضيف ولا ندير له هكا العسل في الطبسي هكا باش نتفاهموا، يقدروا ياكلوه مام هكذا باسكو فيه معسل بالتمر تاعو، فهمتوني حبيبات قلبي هاي ليك باش نفهمكم. هذا ما نعسلوش داخل الكاسرونه ولا في الطبسي ونرفدو ونديرو في لي كيسات نو، هذا في هذيك الدقيقه الاخرانيه نديرلو العسل تاعو فوق الطبسي هكا حبيبات قلبي. دوك نتلاقاو في التقديم. عمليك حبيباتي كملنا لا فيديو تاعنا، انا جبت لكم المقروط تاع الكوشه بلا ما نقليوها في الزيت يعني نقصوا شويه لي فريتير لي جدلنا بزاف البوره كي توساي توسا صافي نقصوا شويه، قلت بوركوا با نوري لكم يعني مقروط تاع الكوشه. هاوليك حبيباتي يعني فيه بزاف الغرس هاوليك ما فيهش بزاف عجينه، دوك نقسم لكم حبه شوفوا ما شاء الله هاوليك هايل يشهي. ولا عجبكم حبيباتي دعموني بالدعم تاعكم بارطاجيو لي بلا ما تنساو هذيك لا كلوش عبزوا عليها باش يبقى وصلكم لي فيديو حبيبه قلبي. صحه وراحه في فيديو واحد اخر ان شاء الله، وصحه فطوركم.